أهلا بحضراتكم، نحن أمام أديبة كبيرة وأعمال قصصية بالفعل رائعة ومتميزة، وليست هذه شهادتي عندما يعني قرأت الجزء الأول من هذه المجموعة كتاب المغامرات، واللي بيضم حدوة حصان وموت إله البحر ووطن آخر، ولكن شهادات مفكرين قرأوا وكتبوا عن الأديبة العراقية المصرية بسينة النصيري. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. شكرا. بقالك 15 سنة في مصر؟ لا، أكتر. 36 سنة. لا، ده كده لا، هي نقول الكاتبة المصرية العراقية. طيب، أنا هبدأ من مقال المفكر الكبير الدكتور جلال أمين عندما قرأ مجموعة وطن آخر. بيقول أهم حاجة بهرته انه هو اولا عنوان المقال سيدات مجيدات، وكان بيتكلم عن اربع سيدات هم انجي افلاطون و عطيات لبنودي المخرجة التسجيلية الكبيرة ونجلاء ونا بدير بدير. وحضرتك. أيوة. وبيقول انها بتكتب عن بسطاء المصريين، او هكذا تفعل منذ استقر بها المقام في مصر منذ نحو 15 عاما، وقد نشرت لها دار سينا منذ أسابيع قليلة، طبعا وقت المقال، مجموعة من القصص القصيرة بعنوان وطن آخر بهرتني لأكثر من سبب: قدرة على إثارة تشويق القارئ منذ السطور الأولى للقصة، وعلى رسم لوحة كاملة بكل تفاصيلها للشخصية أو الحادث الذي ترويه في عدد من الصفحات قد لا يزيد أحيانا على 3 أو 4 صفحات، حتى أني أجد كثيرا من هذه القصص صالحا لأن يكون أفلاما سينمائية قصيرة ناجحة تماما دون أن يحتاج المخرج إلى بذل جهد كبير، فكل ما يحتاجه إلى معرفته من تفاصيل موجود أمامه. دي طبعا كانت شهادة مؤثرة جدا لقيمة الكاتب الكبير والمفكر الدكتور جلال أمين، لكن بالفعل كتاباتك فعلا عن ناس مهمشة، عن بسطاء. سؤالي اللي عايز أبدأ بيه إن أنت رحلة حياتك فيها سفريات كتيرة جدا وعدم استقرار، ومع ذلك بنلمح في قصصك ارتباط كبير جدا بالوطن الأم العراق. ده فين ملامح الاغتراب اللي بنشوفها دايما لما حد بيسافر بره يكتب عن حالة الاغتراب ويكتب عن صدام الحضارات ويعكس ده في رواياته وقصصه؟ يعني أنا يمكن طريقتي بالكتابة، أنا في مرة ناقد لا يذكرني، لا أستذكر اسمه الآن، كتب عني أنه أنا مثل الإسفنجة تمتص الماء، فأنا في أينما تضعني أمتص الواقع الموجود وأكتب عنه. الغياب عن الوطن والغربة تبدو واضحة في ملامح قصصي، يعني فيها غياب، قصصي فيها غياب، فيها حنين، فيها شجن، فيها شجن كتير، فيها صحيح. البسطاء هم عالمك، المهمشين، لماذا اخترت هذه الفئة بالتحديد؟ يعني أنا أشوف نفسي فيهم، يعني لن تجد في أي قصة أكتبها عن مثقف مثلا أو مثقفة، يعني أنا أعتبر ما يعني البسطاء هم يعني هم الناس الحقيقيين اللي لم تشوههم الثقافة. يعني أحيانا الثقافة تشوه، أما إذا تريد حكمة وتريد ناس حقيقيين ملتصقين بالأرض فهم الناس البسطاء اللي نسميهم بسطاء، أنا أعتبرهم معظم الناس. يعني في جزء هنا من قصة من أول القصص حدوة حصان بتقولي فيها دفعت بيقول فيها دفعت زوجتي الباب متوردة الوجه ينزل العرق من إبطيها، لوحت بكتاب أحمر في وجهي وضعته على مائدة المطبخ، نضت عنها القميص المبلل وانكبت عارية الصدر على الكتاب، قلبته برهة ثم صاحت يائسة: لا أجد اسم فلسطين. قلت: ذلك اسم للتأريخ، ابحثي عن إسرائيل.
القضية الفلسطينية، القضية العربية موجودة في قصص كثيرة. يعني بذكر قصة أخرى لحضرتك بتجيبي المشهد من وجهة نظر الطيار الإسرائيلي اللي بيطارد طفل أو طفلة وبيضربها بالصواريخ. لا لا، أنا كتبت عن فلسطين قصص كثيرة قوي. في يعني أنا حاولت أتناول قصص فلسطين بطريقة غير الطريقة السهلة، إنك تكتب عن معاناة الفلسطينيين في اللجوء، في الخيام. يعني أنا حاولت أدخل في قلب المجتمع الإسرائيلي. يعني تعرف أنت إذا تريد تهدم العدو تهدمه من داخل المجتمع. يعني أنا كتبت قصة مثلا العودة إلى بيته. القصة دي ترجمت إلى لغات كثيرة. العودة إلى بيتي هي قصة 2 ألمان يهود هاجروا لفلسطين. أول ما يهاجرون لفلسطين يدخلوهم مراكز استيعاب، يعلموهم اللغة العبرية، يخيروهم أن يختارون أسماء يهودية. يعني مثلا هي كان اسمها إيفا، سمت نفسها يا إيل، هو كان لا أتذكر، سمى نفسه دان. يعني هي عودة، وبعدين ادوهم مفتاح بيت فلسطيني وسكنوهم فيه. فهي العودة، هي اسمها العودة إلى بيته، نوع من السخرية، لأنه هذا ليس بيته. يعني أي شخص اثنين في قصة منهم بيروح يدي المفتاح لصاحبه الفلسطيني؟ لا، هي معتمدة على قصة واحد مسرحي اسمه دان بن إموز. أنا قريت قصته. هي هل هي حقيقة هذه الحركة أو غير حقيقية؟ لا، يقال أنه أعطى المفتاح للفلسطيني وقال له أنا طول وجودي في بيتك لم أشعر أنه بيتي. أنا بنيت القصة على، هو كان كاتب يساري مسرحي أعتقد، بنيت القصة على هالأساس. يعني من مشاعر 2 يهود ألمان، طبعا حياتهم كلها بنوها في ألمانيا، فلما جاءوا إلى وطن مصنوع، والبيت هذا ليس بيتهم. يعني العودة هي مصنوعة، أنك تجيب ناس يعني بنوا ذكرياتهم في وطن آخر وتأتي بهم إلى وطن يبنوه من جديد، يعني يعتبروا بيتهم، هو في الحقيقة مش بيتهم. يعني أيضا في قصة تل أبيب 2024، أي نعم، دي فانتازيا يعني بتعكس يعني واقع عربي في انت شايفاه في المستقبل. انت كتبها كانت سنه في الفتره من 74. يعني هنا بقى العربي دخل لمتحف التاريخ، بقى حاجه متحفيه. لقوا يعني واحد قرض عربي قرض. لقوا واحد عربي، وبقى القصه بتدور ان ازاي معقوله في واحد عربي وهيبحثوا وهيحطوه في المعمل ويجروا عليه تجارب. ده هي كان نوع من السخريه، انه يعني الصهاينه دايما يعتبرون انه يعني فلسطين لم يكن فيها عرب، يعني لم يكن فيها سكان لما هم أخذوها. يعني هذه البروباغندا بتاعتهم، الدعاية، أنه وكأنه الجانب العربي أو الجانب الفلسطيني مش موجود خالص. يعني تعرف، فهي نوع من السخرية، أنه هم قرروا أنه الشعب العربي انقرض في فلسطين. يعني فبالآخر واحد يعثر على طفل يتضح انه فلسطيني، يعني دليل انه لم ينقرضوا. يعني في طفل، والطفل يعني في اب وام وعائلة. كان القائد الكيان الصهيوني مناحم بيجن قال في مره العرب امه مرشحه للانقراض. للانقراض، نعم. الواقع العربي شايفاه ازاي بعد ما حصل في العراق، والى اي مدى انعكس في قصصه؟ يعني أنا شفت ملامح في بعض القصص للعراقي، عراقي بيحاول الهجرة، لتصويرك للمدافع والرصاص والتعامل معها، للطفل اللي بيجري عايز ينقذ الفرخة بتاعته من الكلب، وفيها رمزية شديدة جدا. هل الكلب هنا كان تجسيد للمحتل المستعمر اللي دمر العراق مثلا؟ والله ممكن، يعني القصة تقرأها بكل بأي شكل. يعني أي متلقي القصة يقرأها بأي شكل هو يريده. يعني طبعا احنا نعيش فترة انحطاط شديدة. يعني احنا دائما، أنا يعني أقول احنا قرأنا عن فترات التاريخ اللي بغداد، يعني هولاكو والاحتلالات الكثيرة، لكن دائما بغداد تنهض. يعني إن شاء الله. لماذا توقف الدكتور جلال أمين عند قصة بالتحديد، حكاية البنت سماح؟
أعتقد هو لأنه كان هو رابط بين الشخصيات اللي تكلم عنها النساء الأربعة، إنه هم مهتمين بالمهمشين مثل ما تفضلت حضرتك يعني. حكاية البنت سماح من شدة التهميش، من شدة الفقر، هي بنت بواب بتعيش حياة يعني مضنية للغاية، لدرجة إن التهامها الجوافاية شيء بالنسبة لها سعيد للغاية، لدرجة إنها يعني من كتر الاتساخ بتاعها لما كانت بتبكي كان الدموع بتحفر مجريين في وجهها على حد تعبير الأديبة بوسينة الناصري، ثم بتصاب بحادث سيارة وتموت وهي في سن صغيرة جدا، 4 سنين 4 سنوات، وعندما يتم تغسيلها تزداد بهاء، ونرى البياض ونرى البهاء يعني أتركك استكمال المعاني اللي ورا القصة المؤثرة دي في الحياة. يعني يمكن حبيت يعني أبين إنه الإنسان المهمش الفقير لا يتم الاعتناء به إلا عند الموت يعني، يعني بس يعني مأساوية شوية. صحيح، الأم حتى بتقول فهي لأختها روحي هاتي هاتي صابونة أم أم الريحة ريحة، من الجمعية. نعم وتصر عليها مرة تانية أم ريحة، ويمكن يعني لأنه هو ما لمتعت يستع بها في أيوة حياتها أيوة يعني. لأنه أم الريحة أغلى من الصابون العادي يعني، فهي قصة قاسية شوية. نعم، بس هي الصياغة بتاعت حضرتك فيها برضو نعومة رغم القسوة يعني، يعني في الوصف يعني مش منفر، ما هوش ما بيجعلش القارئ يعني. طيب لأن أنا أحب شخوصي كلها يعني، حتى الشخصيات الشريرة والحلوة والطيبة، فدائما أتعاطف معاها وأحاول يعني أبينها بأفضل طريقة يعني. كان في ليكي قصة وحضرني سؤال مهم عنها، هي قصة شاب عراقي بيقرر ان هو يهاجر الى لندن بالتحديد، عاصمة الضباب او عاصمة انجلترا، وعلى امل انه صديقه كان بيبعت له خطابات بيبين له قد ايه هو عايش حياة رائعة وجميلة، ثم يذهب. وعملتي هنا آلية في الكتابة جديدة يعني، او ما اعرفش اذا كان جديدة ولا لا لا، لا بس مش يعني جديد. فكرة انه بيخبط على الباب فبتفتح له زوجته الأجنبية أو الإنجليزية، وبتقول له لا، مش بتتضح إن هي مش زوجته، تقول له لا ده عزل من هنا، ما أنا ما أعرفش عنوانه، وتقفل الباب. وبعدين بتقولي لا هنعمل نهاية أو تجديد نهاية تاني. أفضل. أنا ليه جالك التغيير ده جوه الرواية يعني، اللعب أو التجريب جوه القصة؟ مش عارفة يعني، قصصي كلها تجريب يعني، أكثرها فيها تجريب طب تجريب هنا التجريب يعني، دوت، ممكن هو يعني شيء لكن ما أعرف. هو هنا يعني بعد ما بي 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 بنشوف البداية الجديدة، انه بتفتح هذه السيدة الإنجليزية بتتضح في المرة الثانية ان هي زوجته، بعد كده بنلاقي واقع آخر لحسين دوت مختلف تماما عن الصورة الوردية اللي حكاها. القصة عايزة كنت بتقولي منها ايه؟ بترفضي هجرة العراقي من لا أرضه؟ لا لا يعني أنا في قصصي لا أكتب رسائل يعني أو هدف يعني محدد. محدد نهي أو ترغيب أو لا، أنا أكتب واقع. هي يمكن النهايتين اللي وضعتهم هي واحدة أسوأ من الثانية يعني، إنه يروح لا يجد صديقه وإنه انتقل في مكان وما يعرف العنوان، أو يدخل ويشوف صديقه لكن يشوف حياته ليست كما وصفها، كان حتى صديقه مش عاوز يجي يعني، اللي جابك مثلا يقول له، مع انه هو اللي كان يرغبه في يعني هي حياة الغربة وحياة هي دايما يعني فيها مشاكل يعني. طب هنا ده قبل الهجرات العربية اللي هي حصلت بعد ما حصل للعراق ولسوريا وليبيا. الآن هل نظرتك لو كتبتي نفس القصة هتبقى هي؟ لأنه في عشرات الآلاف بيهاجروا فرارا من الموت ومن اي بس أوضاع مدمرة. اي لكن تختلف الهجرات، تختلف يعني. في مثلا بالسبعينات التسعينات العراقيين طلعوا، بالسبعينات لأسباب سياسية، في التسعينات لأسباب الحصار اقتصادية يعني، طلعوا برغبتهم فاهم. يعني، اللي استطاع اللي عنده فلوس استطاع يسافر ويحصل
يقعد في مكان يعني يسافر لندن أو ألمانيا سافروا. لكن الهجرات الآن اللي تحصل بسبب الحروب وبسبب كوارث هاي مختلفة يعني مختلفة. دكتور عبد العظيم أنيس أيضا نشر مقال مهم في صحيفة الأهالي في 1 يونيو 94، أيضا كان مقال الدكتور جلال أمين في نفس الجريدة، وبيقول بيحكي قصة إن هو أرى المقالة اللي كتبها الدكتور جلال أمين فذهب لشراء المجموعة القصصية للأديبة العراقية المصرية بوسينة الناصري، وبيقول بالضبط أنه لقيت نفسي أمام عالم رحب وغريب. رحب لأن أماكنه تمتد من البصرة بالعراق إلى السويس والقاهرة في مصر إلى مخيمات اللاجئين في فلسطين بل وإلى بريطانيا حيث يهاجر المهاجرون بلا عودة، وتمتد فيه الأماكن العينية من صناديق الموتى إلى محطات الأتوبيس إلى غرف الفنادق الرخيصة إلى مخيمات اللاجئين في غزة. هو عالم غريب يحاول فيه الموتى أن يخرجوا من صناديقهم، ويحاور فيه الأحياء الراحلين الأعزاء في قبورهم، ويقصو فيه الحيوان على الحيوان، وتشتد رحمة الإنسان على الحيوان. يعني في حالة إعجاب كبير جدا لدرجة أن الدكتور جلال أمين، هرجع للدكتور جلال أمين، شبه كتاباتك وقال أنها لا تقل عن كتابات العملاق الكبير الدكتور يوسف إدريس. كيف تلقيتي هذا الثناء وهذا التقييم بالتحديد، مش ثناء؟ طبعا دكتور يوسف إدريس من أساتذتي يعني، احنا تعلمنا، انا تعلمت على يعني من كتابات يوسف إدريس ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وكل هؤلاء. الشيء الجميل طبعا في مقالة دكتور جلال أمين وعبد العظيم أنيس، دكتور عبد العظيم أنيس، انه هم ما كانوا يعرفوني وانا لم اقدم كتاب لهما يعني تقربا او محاوله، يعني كما يفعل اي كاتب يقدم كتابه لناقد او لاديب او لمفكر. هم اقتنوا الكتب وقروها وكتبوا يعني، وبعدين تعرفت على الاستاذ جلال امين بعد ما كتب، يعني صادف انه التقيت به، ف يعني طبعا كنت سعيده يعني. نعم، في قصه من القصص بتقولي كدت ألطم جبيني كيف لم أفطن للحقيقة، كانت الحقائب الثلاث شواهد الفرح والتعب والعذابات. ليلة تحرك القطار من رومانيا فحملت الحقائب وركضت خلفه، تعلقت بالباب وانتشلتني يد ضابط القطار. يوم بت على مصطبة في حديقة بلغارية في غرف فنادق الدرجة الأولى في غرف عمالية تفوح برائحة خانقة، مزيج من عفونة الفراش ومواد كيماوية. في السراء والضراء كانت معي، لم يعد مهما ما فيها الكتب والثياب المحملة برياح السفر وأوهام الرسائل والذكريات الصغيرة. لو أجدها فارغة حتى فقد كانت جزءا من ذاتي عبر سماوات وأوطان أخرى. 7 مدن وطأت حتى كانت دمشق آخر المطاف. أنا هنا باخد ليه جزء من القصة دي، لأن ليكي شهادة كتباها كنت بتتكلمي فيها عن السفر والترحال، وبتلخصي الحياة بتقولي إنها في النهاية مجموعة صور، صور الحياة مجموعة من السفر والصور. هل دي فلسفتك الخاصة عن الحياة؟ لا أنا يعني أنا كتبت شهادتي قلت إن ما تبقى من هذه الرحلات هي الصور، لأن يعني أنا لم أكتب عن هذه الرحلات، يعني لو كنت كتبت يمكن كان طلعت مجلدات كاملة، لأن أنا كانت عندي تجارب فعلا، أنا لفيت العالم كله تقريبا وكانت لي تجارب يعني كثيرة. لماذا لم تفعلي يعني؟ ما أعرف أكتب عن نفسي يعني، أنا لا أكتب عن نفسي. لا تحب تكتبي عن الآخرين؟ عن الآخرين. طب مشاهداتك في الرحلات لا ممكن يعني ممكن تطلع بالقصص، تجاربي ممكن تطلع يعني، أي كل شخصية من الشخصيات إذا كانت رجلا أو امرأة هو فيها شيء مني يعني طبيعي يعني. انت خدتي او ندمتي انك ما خدتيش بنصيحه الدكتور جلال امين لما قال لك قصصك المفروض تحوليها لقصص سينمائيه؟ هي هذا الكلام من 22 سنه. انا السنه دي ابتديت اشتغل على الشغلانه، على تحويل القصص. سمعتي النصيحه متاخرا يعني. طيب القصه دي هتبقى ايه في فيلم سينمائي؟ لا لا لا، انا كل القصص يعني ده يمكن تاخذوا خبر مني معروض
مجانا لكل صناع السينما. انا تعلمت من السنه اللي فاتت اكتب سيناريو، فحولت بعض قصصي الى سيناريو. يعني بعض القصص تتعمل ممكن دراما، بعضها ممكن تتعمل تحريك. يعني انا ناويه السنه دي، يعني سنه 2016 ان شاء الله، انا كل سنه عندي مشروع يعني، فان شاء الله 2016 لازم تطلع لي افلام، يعني احولها الى قصه قصتين ثلاثه احولهم الى افلام. في قصه ليكي لسيده مسنه تكاد تكون اصيبت بالزهايمر، كان المنزل تعيش في منزل وحديقة رائعة وطباخ وجنيني، وفجأة بيموت زوجها، فبتتحول الحديقة إلى يعني مجموعة من جميلة إلى قصة جميلة جدا. بس هنا في سؤالين، إيه المعنى يعني في حالة التحول دي، وهل هي فضلت عايشة في الماضي بذكرياته الجميلة، وإيه معنى انتظار الجنيني أو زوجته لموتها؟ لا، هو اعتقد المعنى واضح واكيد وصلك يعني، بس انت يمكن تحاول توصله للمشاهدين. هي يعني انا اتكلم عن الثقافه، عن الثقافات. يعني الثقافه الوافده مثلا من الريف، والثقافه في المدينه. هي المراه يعني كانت عايشه في بيت زي مثل فيلا كبيره، وكان عندها زوجها وأولادها، وعندهم يعني حياة راقية، في مكتبة، رائعة. في يعني الرقي بتاع صحيح. اللي صحيح. في بيانو، في كتب، في يعني نوع من الثقافة. وكانت حتى الحديقة فيها تمثال فينوس دي ميلو، عارف تمثال فينوس؟ فينوس اللي فينوس. هو مدراها مقطوع ونص أيوة. عارية يعني، طبعا هي حطيها في نافورة، كانت يطلعوا لها أيام زمان الأكل، تفطر هناك الخدمة. فهي المهم الأولاد سافروا والزوج مات، والبيت كله عشش فيه العنكبوت، ما بقت غير غرفة اللي هي غرفة الضيوف هي بتنام فيها، يعني كأنها ضيفة. والست داخلة في وهم يعني كبر السن صحيح. فهي عايشة تروح بالماضي وتيجي على الحاضر يعني، يعني صحيح. مخي يروح ودي. فهي ساعات تفتح الباب الشباك وتتصور نفسها البلكونة، يعني الأكل الجنينة مزهرة مزهرة ورائعة. هي بالحقيقة أنه عندها ابن الطباخ اللي كان عندها كبر، وكان هو يشتغل جنيني. الآن هي ما عندهاش فلوس تديله، ولا صحيح. هو قاعد في الجراج وبقى يوسع المطرح، كل ما يخلف عيل يوسع، فهو امتد عليها. حتى تمثال فينوس لبسوه هدوم سوداء على أساس يعني يبقى فزاعة لأحواض ملوخية وأشياء زرعوها حواليه، يعني يبقى فزاعة الطيور انت عارف. وربطت مرات الجنينة، يعني ربطت، تقصدي خيال مآتة يعني، خيال اللي بنسميه مآتة احنا خيال مآتة، وكمان فينوس اتحول إلى تربط فيها بيطردت الغسيل. الغسيل، تربط الحبل الغسيل بين الشباب. يعني دي نوع من الثقافة زحفت على الحديقة يعني. وعلى المكان. انت عندك ليه بعض القصص بتبدأ مبشرة بجمال أو زهو، وبعدين بتنتهي نهاية درامية؟ هل ده له علاقة بالعراق حتى تاريخا، انه في كوارث كثيره مر بيها شعب العراق يعني، ولا ملهاش علاقه؟ والله مش عارفه، بس يعني دايما النهايات مفاجئه، نهايات حزينه، مش كلها حزينه، اغلب القصص نهاياتها حزينه يعني. حتى الولد والبنت اللي بيهربوا لقارب علشان يعني يتبادلوا المشاعر والحب، وبياتي شخص شبه مجنون لانه زوجته ماتت، وبعد كده بيطلق عليهم الرصاص. او لا لا، هي انت دي انت دي اقراها مره ثانيه. هي اللي تموت، هي بس اللي ماتت. هو صياد سمك. صياد. وجايب واحده من الشارع، مش صديقته. هو جاي يقضي معاها وقت في القارب. بالظبط. فهي القارب جديد، وفي عادة انه تذبح زي ما تذبح للعربية او البيت الجديد. أيوة. وتحط طمغة الدم. صحيح.
صحيح. فهو حتى بالكلام يقول لها القارب جديد، فتقول له ذبحت له لا ما ذبحتلوش، فهي بالاخر تبقى الذبيحه بتاع القارب. عارف هنا رمز الايه يعني؟ مش عارفه يعني، ممكن رمز يعني، انا اكتب القصه مش في في ذهني رمز، هي تكتب نهايتها. طب هذا الشخص اللي انبأت لها واحد مجنون يعني، زي ما نقول عبث الاقدار، واحد مجنون قتلها، بس هي حتى تكون قربان لهذا القارب او ضحيه لهذا القارب. يعني شخصياتك اغلبها ضحايا، ضحايا مجتمع، ممكن ضحايا ممكن ظروف، خاصه النساء. مسحوقين يعني. وبعدين عندك المسحوق يسحق المسحوق الاكثر يعني المهمشين. كل قاهر له من يعني سلسال من القهر. ده على فكره كان بيكرر ايضا في في, في اعمال يوسف ادريس المسرحيه والقصصيه، فكره حتى في الفرافير اشهر مسرحياته اللي كان بيتبادل فيها الحوار حول ليه انا سيد وانت عبد وكل واحد فوقيه اللي فوقيه ولا هي يعني انت توصل لهذه النتيجه يعني، لما تقعد تفكر في احوال الناس والمجتمع توصل لهذه النتيجه. كتاباتك كلها واقعيه ولا الخيال بيتدخل فيها، وباي نسبه بيتدخل؟ يعني قصدك هي مثلا حادثة يعني لا موجودة؟ لا يعني انت حقيقة قلت لي في مشاهدات عبر حياتك السرية. هل صغتي مشاهد حقيقية 100% ولا بتصرف كبير منك وضعتي؟ يعني مثلا انا رحت تل ابيب وكتبت لا قصتي. لا لا ما اقصدش، بس ممكن ممكن يعني مشاهدات اخرى، ممكن صديقة صاحبة الفيلا المسنة. لا لا مثلا لا لا، شوف هي كتابة القصة يعني، انت مثلا يعني مثلا انا كنت ماشية في الزمان. انا بحاول افهم نسبة الخيال تبقى قد ايه جنب التجربة. لا 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 لا، هي ما اي قصة لازم يكون فيها مصداقية. نعم. يعني اذا هي قصة واقعية لازم انت يعني مثلا هي القصة تبتدي ازاي؟ يعني قصة القصر او المنزل ده بتاع الست الكبيرة دي. يعني انا كنت ماشية في الزمالك ولقيت فيلا مهجورة. فتخيلت انه يكون فيها مثلا واحدة عايشة وصارت القصة يعني. احيانا لمحة، احيانا كلمة تسمعها تطلق عندك يعني تخليك تكتب قصة. صحيح. يعني هنا هنا برضو عملت قصة عن موت كلب. يعني وقصة عن حصان. يعني الحيوانات ليها مكان في في قصصك. اديني يعني اسبابك. معلش انا احب الحيوانات. انا اعتبر نفسي ذرة من هذا الكون، عارف؟ من هذا الكون. وكل يعني انا اهتم، احب كل الكائنات، البشر والحيوانات والدوده ورق الشجر، كل شيء يعني، كل هذا يشكل يعني احنا جزء من كل هذا. فانا اكتب عن الحيوانات لانه هذه المخلوقات اللي تعايشنا. انت كتبتي قصص قصيره جدا لدرجه انه دكتور جلال امين او دكتور عبد العظيم انيس مش متذكر قال ان دي قصة قصيرة جدا في 3 صفحات. هل ده يعني كنت مدركة ان ده ارهاص مثلا لفكرة الومضة والقصة القصيرة جدا اللي اصبحت الان يعني منتشرة؟ هي بص، في يعني الان اللي في كم ناقد عراقي كتبوا دراسات عن القصة القصيرة جدا، فاعتبروا انا عندي قصة كتبها بالسبعينات اسمها قصة قصيرة جدا. فاعتبروا يعني اسمها، وهي قصيرة فعلا صفحتين يمكن، اعتبروها هذا يعني ريادة أو تبشير للقصة القصيرة جدا. لكن أنا ما كان في ذهني يعني هذا. أنا لما كتبت قصة وعنونتها قصة قصيرة جدا يعني كان قصدي أنه هي قصة أحداثها قصيرة جدا. هي القصة يعني أنت لما تكتب قصة لا يمكن أن تحدد أنه هذه ستكون صفحتين أو 3. هي تكتب نفسها القصة، تكتب نفسها. نعم. طيب شايفة إيه القالب الأدبي الأقرب الآن للمتلقي في عصرنا ده، عصر مليء بالدوشة، بالإنترنت، بالأفلام، بالسينما، يعني هل القصة القصيرة هي ما زالت القالب الأقوى والأنسب ولا الرواية ولا الشعر؟ لا لا، هي السنوات القليلة السابقة كانت الرواية متسيدة الموقف، لأن أكثر الجوائز
في الدول العربية أو الأوروبية تعطى للرواية. فكان أكثر الكتاب يبتدي يكتب قصص قصيرة ويعتبرها كتمرين للرواية، وبعدين تلاقيه يعني قلب على الرواية، في حين أنه القصة القصيرة فن والرواية فن آخر. أنا أعتقد حتنتهي مسألة الروايات، يعني اهتمام القارئ بالرواية الطويلة، وحيتجه مرة ثانية للقصة القصيرة، لأنه ما فيش وقت يعني تعرف يقرأ. الآن القارئ يحب يقرأ المختصر المفيد. كتاب المغامرات، إذا سئلت لماذا أكتب أقول أكتب لأخلق عوالم جديدة فيها كائنات أتحكم في مصائرها وأحدد مساراتها، ولكن أحيانا تفلت مني فتكتب هي نهاياتها. فالكتابة مغامرة، والحياة مغامرة، والموت مغامرة، وهذا كتاب المغامرات. بثينة الناصري، شرفت بالتواجد مع حضرتك، ودي إطلالة قليلة يعني، ويعني تلصص كده على عالمك القصصي، وناقشنا المجموعة أو الجزء الأول، المجلد الأول من كتاب المغامرات، حدوة حصان، موت إله البحر، وطن آخر، وإن شاء الله نناقش الجزء الثاني بعد فترة قريبة. تعدي مشاهديك إن احنا نستضيفك إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا شاكرة لك جدا، أولا اهتمامك بقراءة القصص، ويعني تركيزك غير معهود يعني في فهم معانيها، ويعني أنا سعيدة جدا إنه حضرتك اللي تناقشني بهاي القصص. أشكرك، وهي قصص في الحقيقة ممتعة ورائعة. بشكر حضراتكم. بعد الفاصل تأتيكم زميلتي فاطمة السردي وحوار حول زعيم جمال عبد الناصر من خلال كتاب للدكتور خالد أبو الليل بعد هذا الفاصل.